أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. اور اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، سو ان ناموں سے اس کو پکارا کرو. اللہ جل جلالہ رب العباد المنفرد اثره اہل وجوده لكل شيء تشهد. اللہ جل جلالہ رب العباد المنفرد اثره اہل وجوده لكل شيء تشهد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے 99 نام ہیں، جو شخص ان کو یاد رکھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. نسألوك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافي الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العليم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتكم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصي الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوم ماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.